الاجتماع انطلق تقريبا قبل ربع ساعة من الآن. هذا الاجتماع كان مقررا أن يكون هناك كلمة مطولة للرئيس محمود عباس، ولكنه اختصر هذه الكلمة وطلب من وسائل الإعلام أن تغادر القاعة لبدء الاجتماع في جلسة مغلقة. هذه الجلسة المغلقة سيكون لكل فصيل من الفصائل الـ12 التي تشارك في هذا الاجتماع كلمة. كل فصيل سيحاول أن يضع رؤيته للفترة المقبلة وما يمكن أن يتم العمل عليه مع القيادة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة بشأن التوافق حول أولا الخطة المرجوة من قبل الفلسطين ككل والفصائل الفلسطينية لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي، أيضا على الناحية الأخرى كيف يمكن تنظيم البيت الفلسطيني داخليا من قبل الفصائل وترتيب البيت بصورة أسرع يمكن العمل عليها خلال الفترة المقبلة. الفصائل الفلسطينية التي حضرت تلك أو هذا الاجتماع من بينها وعلى رأسها حركة حماس برئاسة هنية وأيضا بحضور الرئيس الفلسطيني الذي وصل إلى مدينة العلمين يوم أمس، ويعني التقى عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس، بالإضافة أيضا إلى أنه كان هناك اجتماعات مصغرة واجتماعات ثنائية بين عدد من الفصائل على مدار يوم أمس، وحتى صباح اليوم كانت هناك اجتماعات داخلية بين الفصائل وبعضها البعض لترتيب الكلمات والمطالب التي تريد أن تقدمها للسلطة الفلسطينية وما يمكن أن يتم العمل عليه. خلال الساعات الجارية الفصائل الفلسطينية تحاول أن تضع بعض النقاط على الحروف من أجل الخروج لإنجاح هذا الاجتماع، خاصة وأن هناك آمال تعلق على هذا الاجتماع لحضور قيادة حركة حماس بصفتها واحدة من الفصائل الفلسطينية الهامة، وأيضا حضور رأس الدولة ورأس حركة فتح وهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وربما سيتم التباحث حول أيضا نقطة تتعلق بالحكومة الفلسطينية المقبلة وحكومة وحدة وطنية. عدد من المصادر أكدت لنا خلال الساعات الماضية أنه سيطرح هذا الأمر في اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي يعقد الآن أو اجتماع الأمناء العامين، وسيتم العمل على هذه النقطة والتركيز عليها من أجل وضع إطار زمني يمكن العمل عليه خلال الفترة المقبلة. في نهاية هذا الاجتماع سيكون هناك بيان ختامي يوضح تفاصيل ما دار في اجتماع الأمناء العامين. سيكون يعني هذا البيان بيان أمام وسائل الإعلام يوضح فيه كريم ما جرى خلال الساعات الماضية للاجتماع. يعني نعم. نفهم منك أن الاجتماع ليوم واحد فقط، اليوم فقط، وسيصدر بيان ختامي اليوم ولن يمتد إلى أيام أخرى. ولو تضعنا أيضا بالمزيد حول اللقاء المرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدول أعمال اليوم هو ليوم واحد فقط سيكون اليوم. إذا ما كان هناك يعني مطالب بأن يمتد الاجتماع ليوم غد، بكل تأكيد ربما سيحدث هذا الأمر، ولكن ما هو معلن حتى تلك اللحظة أنه خلال الساعات المقبلة سيكون هناك بيان ختامي يوضح تفاصيل ما دار خلال اجتماع الأمناء العامين، مطالب وتوصيات هذه المطالب وما يمكن أن يتم العمل عليه تباعا خلال الفترة المقبلة. على الناحية الأخرى مرتقب أيضا أن يكون هناك لقاء ربما انعقد خلال الساعات الماضية، لكن حتى تلك اللحظة لم يصلنا أي بيان من المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية. ولكن على كل حال اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري هو لقاء أخوي بالأساس، بالإضافة أيضا إلى أنه لقاء يبحث على العلاقات الثنائية بين مصر وفلسطين وما يمكن أن يتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة. عندما أعلن الرئيس الفلسطيني عن اجتماع الأمناء العامين ليعقد نهاية هذا الشهر واليوم تحديدا، قدمت مصر دعوة لفلسطين بأن يتم استضافة هذا الاجتماع هنا في مدينة العلمين المصرية وفي مصر تحديدا. هذا الأمر هو جزء من الدور الذي تقوم به مصر خلال الفترة الماضية للقضية الفلسطينية وتوضيح وتوفيق الرؤية بين الفصائل الفلسطينية وبعضها البعض. ليس هو الاجتماع الأول الذي تستضيفه مصر، بل على مدار السنوات الماضية استضافت عدد من الاجتماعات
المتعلقة بالفصائل الفلسطينية، وربما كانت تلك الاجتماعات تحاول أن ترتب البيت الفلسطيني أولا قبل أن يكون هناك توافق مع الجانب الآخر، أو حتى يعني إبداء أي نقاط تتعلق بالجانب الإسرائيلي. واستضافت مصر خلال السنوات الماضية هذه الاجتماعات منذ تقريبا عام 2007 عندما بدأت الفصائل الفلسطينية يعني تنشق، وبدأت مصر تأخذ خطوات جادة من أجل جمع الفصائل الفلسطينية مرة أخرى لمحاولة لإعادة الفلسطينيين إلى كلمة واحدة. أشكرك من مدينة العلمين بالساحل الشمالي كريم الشيخ مراسل الغد.